انتم شايفين الحضور وكبار الزوار نزلوا، وزي ما حضراتكم الشريط الاحمر ان شاء الله يعني اعلانا بافتتاح الفرع الرابع. الف مليون مبروك الحقيقه لكل من ينتمي لهذه المؤسسه، الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي دلوقتي اكيد هو فخور كشف بالنادي. طبعا التذكاريه اكيد اللوحه التذكاريه. خلينا نروح للحدث يا محمد ونتابع الحدث من فرع التجمع، فالى هناك.